الخلوة منهج نبوي نسيناه اليوم، غفلنا عنه في ظل الركض واللهثان في الحياة وراء الماديات. كان صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء. هنا نقول يخلو ليالي، نقول ولو ساعة، ولو ساعة في الأسبوع، ولو ساعة عصر الجمعة أخلو فيها برب. في الحديث سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وذكر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لاحظ الجمال، هذه علامة من علامات محبة الله إن كنت صادق في محبتك. هل أنت تخلو وتعنس في هذه الخلوة، ولا تضيق وتقول والله وقت عندي فراغ كبير ما أدري وين أقضيه؟ وإذا لم تخالط الناس تجلس في الاستراحات والذهاب والإياب، ما كأنك عشت الحياة. جرب يا أخي، ذوق جلسة ساعة مع الله عز وجل، أخلو بنفسك لحظة 15 دقائق في ليلة، تذكر معاصيك كيف تجبرت فيها عن الله، لعل القلب أن يرق ثم تدمع العين فيراك الله تعالى في تلك الظلمة على هذه الحالة.